أرادت أن تخرج من نطاقها هذه السيدة بعد أن شاهدت سبائك الذهب وبتشجيع من ابنها العاطل عن العمل. دوك هو كيفاه؟ دوك هو راهو يروج في الفيسبوك، حتروحوا في كل بلاصة يروج. قال لك أنايا مدخل 10,000 تحت واحد، راكم عندي شركة في دبي تاع الذهب، نجيب الذهب وتربحوا دراهم وتحطوا، يعني أوهمني واحد الوهم ما عندي ما نقول لك فيه، قلبك تمدهوله. ومن بعد كيفاه دار لي، ومن بعد وليت قعدت نتواصل به عندي مدة تقريبا ياسر، به وصلت له اسم به قنعني 4 شهور ولا 5 هو يجبد معايا، به قنعني. كنت تقنعت قلت له كيفاه درك نحارب عليك الدراهم، كفان تفاهمو. قال لي وينعت لي كل نهار مو يروح لدبي، وينعت في الذهب، وينعت في السبائك، وينعت في انا خنعني. سما قلت لواحد انسان، احنا المجتمع الجزائري شويه طايس ما يحب يزيد حاجه زايده. الضحيه ابتلعت الطعم. هاني جبت لك الدراهم وعندك تخدعني بركا وليدي، يا اخي كونفيونس، ربي يسترك يا وليدي، هذه شقة عمري الشركة الفعلة عليك، أمان الله الحزن في البيت، ربي سترة، كان مهم أنا يشقى عمري يا وليدي. هذه السرعة خلاص هكي أمان بالخطوة إن شاء الله، ربي ما يهنيك يا وليدي إن شاء الله. ربي مشرف، مشرف، يشقى عمري يا وليدي، عليك أمان الله إن شاء الله. كان مهم كما تفهمتي ما يقلق، ربي إن شاء الله ما تكسرش راسك. السلام عليكم. عليكم السلام. نشوفك قالي اوكي. قالي قلت له وين؟ قال لي في اروح لي الخنشله. نحبط انا خنشله هكا، كان بالخنشله. قلت له وين راح نشوفك؟ قال لي في الاورتيل. هو كي دخلني الدخله، ومن بعد داني من لابيسين ما كانش الكاميرا، فهمتيني؟ عبالي بيه انا باللي دارها كيما هكا، بها انقع حاجه، عبالي بلي روحو بلي راح توصل لحلالي. انا نورمال عادي، يما الحاجه تشوف يعني الدرجه اللي ما صورهاش كونفيونس، قاطم وحاطنا تشوف كيف هي يرحب بينا، ما استقبلك مليح، استقبال ما نقولكش. بعد مديت له 175 مليون ومد لي زعما، بعث لي اورو جوردن في الواحد تاعي في الشيفر زعما الوهمية، داير سيت وهمي، داير سيت وهمي يفرسي في زعما باللي ضمان 8000 أورو جولدن. أنا من بعد وليت ما نكذبش عليك، وليت قلت له نديروها في 6 شهور. قال لي مدلك سبيكة ونمدلك 205، ومن بعد يزيد يكمل عام نزيد يقعد ويمشي، وهذوك الدراهم هذوك 175 مليون هذي. قلت له أوكي. طريقة جديدة اتبعها ممثلو هذه الشركة المحتالة تتنافى سبل الاحتيال الكلاسيكية أو ما يعرف بالتسويق الهرمي.